باكستان والهند كل واحد عنده سلاحه وبالتالي كل واحد يحترم الاخر. يكون عندنا سلاحنا النووي، ليش نقول تعالوا ايران مو راضيه توقف عن سلاحها النووي، نروح نحاربها او نسمح لامريكا بان تدخلنا وياها معركه؟ بس الراي اللي قاعد تطرحه، الراي اللي قاعد تطرحه اليوم ترى غير مقبول شعبيا. بالاخير ترى الحرب ما هي لعب، الحرب مدمره، ويعني الشجاعه والذكاء ليس بدخول الحرب وانما بكيفيه تجنب هذه الحروب، لانه ما في انسان ربحان بالحرب، الكل خسران. احنا دخلنا حرب، واليوم هذه الحرب باليمن، شفت الصاروخ ذاك اليوم اللي على الرياض شلون الناس خافت بالحدايا؟ مو قضيه الحرب قضيه مو سهله. يعني احنا كنا في الغزو قاعدين هنا، كان حوالينا مضادات الطيارات، لما ترمي لبيوتنا تهز، مو قضيه سهله، فما بالك انك تطيح صواريخ هنا وصواريخ هناك. شوف شو الحل، شو المطلوب؟ شوف براغ، انا رحت لبراغ فشفت مدينه براغ في التشيك، مدينه يعني جميله جدا ومحافظه على تاريخها. فسالتهم شو السالفه؟ قالوا يوم كانت الحرب العالميه الثانيه هتلر كان يكتسح اي واحد يقاومه يدمره ويدمر بلده. يا حق براغ، قالوا له شو تبي؟ قال انا بدش وبروح، بروح صوب النمسا وصوب هذا، بدي بحط العلم وبمشي. قالوا يبا تعال حط علمك بعلى بنايه وروح اطلع، حط علمه وطلع. شوف الذكاء، وانقذوا شعبهم وانقذوا بلدتهم. للحين براغ محافظه، هي الدوله الوحيده في المنطقه الوحيده في اوروبا اللي محافظه على تراثها وتاريخها وتماثيلها القديمه واصنامها وجسورها القديمه. هو الذكاء، كيف تخرج من المعركه بدون كيف يعني تتفادى الحرب. ذاك ليس من مصلحتنا ولا مصلحه ايران ان نكون في حرب. وشفنا الان الامريكان شو يصير، يستفيدون من هذه الخلافات لمزيد من السيطره على المنطقه. هذه الكوريتين الحين اتفقوا، وهم خلاف بينهم خلاف. انت اليوم حتى في اشاده عالميه لاتفاق الكوريتين اللي كان بضي صفه مستحيل، اليوم تحقق على ارض الواقع. بالتالي يعني القائد الفذ، القائد اللي سيكتب التاريخ اسمه بمداد من ذهب، هو اللي يجنب نفسه ويجنب منطقته ويجنب شعبه.